اولا بنبارك لك على ايجار قديم. الله يخليك. مع النجم الكبير شريف منير طبعا. والنجم الكبير صلاح عبد الله طبعا. كلمني بقى، يعني انت عملت المحامي وعملت فزاع وعملت وظباط كتير، كل انواع الظباط فين ظباط كتير وعملت شخصيه الاخواني التاجي مظبوط، يعني عملت شخصيات كتير مختلفه صح. ايه اكتر شخصيه خدت منك مجهود؟ والله انا متعود حضرتك ان انا ابذل مجهود عموما في اي شخصيه حتى لو العمل بسيط يعني عارفه، فالفكره ان انا طبعا الشخصيات اللي بيبقى ليها طبعا اصل في الحقيقه زي مثلا شخصيه البلتاجي بالظبط بيبقى في صعوبه اكتر ان الواحد لازم يذاكرها اكتر شويه، يعني يدي مذاكره يعني هارد وورك اكتر يعني علشان علشان الناس اصلا عارفه الشخصيه الاصليه طبعا وكارهه الشخصيه الاصليه وخايفه الشخصيه الاصليه يعني سواء حبه او كرهه ما كنتش خايف؟ لا لا اطلاقا طبعا، هو في الاخر تمثيل وفي الاخر انا رهاني دايما على ان انا اعمل الشخصيه كويس، يعني لو انت تكرهني او تحبني على تمثيلي مش على الشخصيه الاصليه، ممكن تبقى انت كمان او يبقى يعني انت كاره الراجل او حبه بس لما تلاقيني بعمله وحش تكرهني انا بقى يعني مش تكره الراجل، مش هو ده اللي انا شايفه مش هو ده لا، فكانت الرهان ان انا اعمله كويس قوي فاللي حتى بيحبه يقول ايه ما هو ما عملوش يعني من وجهه نظره لا انا عملت الراجل زي ما هو في الحقيقه. ساعات الممثل بيتبرع من نفسه كده بيحط وجهه نظره على الشخصيات اللي بيأديها بالزبط. يعني مثلا يقول الشخصيه محبوبه قوي فيحاول يخليها لطيفه جدا ويحبب الناس فيها بينما هي الشخصيه مثلا دراميا ليها اخطائها وليها بتاع، والعكس شخصيه مكروهه فيحاول يعملها مكروهه قوي فالناس تتعاطف مع الشخصيه اكثر بدون الممثل ده بيبالغ او انا عملته بشكل حقيقي واقعي ذاكرته هو كما كان يتكلم وقرأه وجهه نظره الكاتب كاتبها والمخرج شايفها في الاخر هو اللي يقول لي بقى انت ممثلها كويس ولا لا. لا فالحمد لله يعني كانت اكتر حاجات خدت مجهود لان لو ما عملتوش مظبوط المتفرج هيتريق عليا يقول لا يا عم مش عارف تعمله. ايجار قديم جالك ازاي؟ قريت الورق ازاي؟ استاذ كريم ابو ذكري واستاذ عمرو الدالي كانوا بيحضروا المسلسل ومن قبل ما يختاروا ناس كتير جدا في المسلسل كلموني قالوا لي في شخصيه ما فيش حد غيرك انت يعملها، قلت لهم للدرجات دي يعني مش معقول مجامله وكده يمكن الدور صغير بقى مجامله كده، فقالوا لي لا 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 ده الدور معانا من اول حلقه لاخر حلقه ومفيش حد غيرك انت، اصل هو الدور يعني يبدو راجل انتهازي او بتاع بس راجل دمه خفيف فانت بتعرف تلعب اللعبه هو محامي بير سلم كده اللي هو عارف اللي هو مش حقيقي اللي يعني. هو محامي تشك انه محامي ايوه طبعا مجتهد بس امكانياته محدوده يعني مجتهد جدا بس امكانياته محدوده المحامي. قابلت صعوبات في التصوير او في الشخصيه دي؟ بالعكس من الطف التصوير اللي حصل في حياتي لانه كمان كنا بنصور في شقق حقيقيه مش ديكور استوديو يعني الناس بس تبقى فاهمه الفرق ان معظم ساعات المشاهد في البيوت تبني ديكور ليها حتى لو فيلا او كده وفي ناس بيختاروا اماكن حقيقيه، احنا كل الشقق حقيقيه يعني وفي نفس المنطقه تقريبا اللي شبه المسلسل يا مصر الجديده فكل الشقق حقيقيه فانا بقيت انا عموما اي تصوير حقيقي بتبقى مرتاح اكتر فيه يعني بتحس بالمصداقيه اكتر بالظبط، حتى فكره الكبير هو فعلا انا بستمتع بالتصوير في الكبير لانه احنا في ارض حقيقيه لسه كنا بنتكلم عن ناموس في الارض ناموس ناموس حقيقي كل حاجه حقيقيه كل حاجه حقيقيه بحس ان مثلا انا بمشي مشاوير في زراعه وكده انا بحس ان الراجل خلاص أن بدخل في المود غير فايجار قديم كان ممتع في انه حقيقي قوي الحمد لله. لما بتعمل شخصيه يعني موجوده على ارض الواقع زي البلتاجي مثلا تطلع منها بصعوبه تفضل عايش فيها لا كتير؟ لا لا بالعكس يعني خلاص ببقى خلاص شايف ان الراجل ده اتعمل كويس الحمد لله بناء على راي الناس وذاكرته وبتاع بس اكيد وشك وجعك من كتر التكشير هو كانت طبيعته دايما تحس انه شامم حاجه مش هو دايما انا لا كمان يا احمد هو فتره فزاع كنت بتصور فشخصيتين مختلفين تماما فانت كنت بتقدر تطلع من ده وتدخل في ده هقول لك انا من يوم ما ظهرت في الحياه الفنيه يعني انا دي لعبتي يعني انا طلعت من حاجه اسمها مسرحيه اسمها قهوه ساده لسه هنروح لها دي خالد جلال دي قهوه ساده نفسها انا بعمل في نفس ليله العرض هي سبع شخصيات فبتقدر تطلع عندي حته اللي هو خلاص الزرار خلص قافل ده هم فتح اللي بعده فتح ده وقافل اللي بعده فكان ممتع جدا كان ممتع بالنسبه لي وشيق ان انا ابقى مركز قوي انه من فزاع للبتاجي كمان شخصيه اسمها انسي في احلام سعيده مع مدام يسرى فكان الثلاثه مختلفين عن بعض خالص راجل تاني راجل لطيف وعلى باب الله كده ولذيذ والحياه مقضيه وبيطبخ في البيت وبتاع فكان بالنسبه لي ان انا رايح من هنا بكره ايه فخلاص قفل الزرار نفتح الزرار بتاع الشخصيه الثانيه فممتع بالنسبه لي اكتر. طب خلينا نبص في حته كده ما بين الشخصيات وما بين المواضيع، في شخصيات انت بتجسدها في الواقع وده انت قلت ذاكرتها لما بتيجي تاخد شخصيه زي شخصيه المحامي ربيع أو اي شخصيه ثانيه بتقدمها او حتى فزاع بيبقى ليك وجهه نظر في الشخصيه ولا بتعمل اللي في الورق؟
أو أول حاجة بفهم الورق كويس قوي، يعني بفهم الأستاذ المؤلف عايز إيه، وبعدين بسأل الأستاذ المخرج هو ده فعلا أنا فهمته، يقول لي بس وعايزه حتة كذا، عايزه يقل كذا، يبقى في تعديلات، يبقى يعني في رؤية للمخرج عايزة. أنا بعرف أفهم في الكتابة شوية يعني، فبقرا تجارب في الكتابة وتجارب ناجحة والحمد لله، وظهرت بشكل احترافي يعني على الشاشة، يعني مش مثلا قعدت أكتب وما الحمد لله يعني الناس شافتها، فبفهم شوية الكاتب وجهة نظر المؤلف عايز يوصل الشخصية لفين، فأنا بستوعبها وبعدين بسأل الأستاذ المخرج شايفها ازاي، اللي انا بفكر فيه صح او زود عليه كذا او اديله كذا. ف ده يبقى هنا نقاش بينك وبين ده الطبيعي. بعد ما بعمل كل ده بقى بحط اللمسه للشخصيه بتاعتي، يعني بحاول اخلي الشخصيه دي واقعيه، يعني بحيث ان انت ترتبك وانت بتتفرج، انت بتقلد محامي معين فيقف تقول له لا والله انا ما بقلدش محامي، انا بقى بوقعه لك، يعني بخليك واقعي. أيوة. يعني بلقط حته من محامي شفته، على محامي صديق، على حاجه من وجهه نظري، على حاجه انا شايفها في المحامين، لو انا بقيت محامي اشتغلت محامي كهشام هعمل ايه بالظبط. فتتفرجي تقولي لا ده هو ده حقيقي، ده الراجل ده حقيقي.